السلام عليكم الزينات، صباح الخير ومس الخير عليكم خواتاتي وخالاتي وامهاتي واخواني. ان شاء الله قاعد تكونوا غايه وتكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله كما طلبتوا مني، ويعني طلبتوها مني وبكثره، سمحوا لي البنات، كنت ناويه باش ماما ديرها لكم، ما بغيتش نديرها انا حتى كتب ربي وين هي دارتها لكم، يعني لانه ماما عندها الدكتوره في الغريبيه، يعني كانت تفوت الكونكور تاع الدكتوره في الغريبيه تربحها اوفيسيال، سي بوغ سا بغيتها هي ديرها لكم يعني وتشوفوها من عندها. هي وصفه تاعها ناجحه وتجي بنينه، سبحان الله، ما على باليش لا من اليدين ولا كما عارفين الغريبيه مقاديرها قليله، بصح هي من عندها تجي شابة. يعني الغريبية تاعها صدقوني كاع لا فامي يبغوها، وكاع الخيام اللي تروح عندهم تاع لا فامي، سوا جداتي سوا خالتي سوا خوالي، يقولوا لها كي تدخل عندهم يقولوا لها نوضي ديري لنا الغريبية. الوغ انا تاني كي جات عندي قلت لها ماما نوضي ديري الغريبية للشيرات، بغاو يشوفوها وبغاو الوصفة، وبزاف بنات طلبوني خاصة الغريبية تاعنا تاع معسكر. الوغ درتها لكم بالطريقة القديمة تاع الجدات. شوفوا نبداو بسم الله. شوفوا اولا هي ما تعبرش، ماشي موالفه تعبر، بصح انا قلت لها حاولي تعبري، كاين البنات اللي ما يعرفوش. الوغ هنا ديري غريب لها توجور الغربال ولا الصفايه ولا ديريها في الباسينه. هنا هي دارت 4 تاع الكيسان معمرين، انا قلت لكم هي ما تعبرش، دير عينها ميزانها، بصح شو ولا انا قلت لها عبري باش الناس تدي، يعني كيما نقولوا كاع لما داتش المقدار مظبوط تدي عينها كيما نقولوا تدي شويه العبر، فهمتوني؟ الوغ راهي عبرت لكم، دارت 4 كيسان تاع الفارينة، غربلتهم في الصفاية هذه الكبيرة، سينو اللي ما عندهاش صفاية دير الغربال هذاك الرقيق تاع الفارينة ولا الغريبلة تاع لي زيبيس، ليسونسيال تغربلوا الفارينة تاعكم. من بعدك بنفس الكاس، عفوا هنا في الاولى درت لافاني، لافاني درت تاع الميزان، قلت لكم اللي عندها الجلجلان دير جلجلان ولا كاوكاو مهركش. مي هي درت لكم الوصفة الأصلية يعني تاع الجدات، دارت فيها غير شويه تاع لافاني يعني باش تجي بنينه، وقالت لكم اللي عندها جلجلان ولا كاوكاو مهركش ولا اي حاجه تقيس فيها يعني تجي بنينه تزيدها البنه. وبالنسبه للسكر دارت كاس، قلت لكم لافاني تاع الميزان دارت قد مغرف صغيره ولا نص مغرف، وهنايا السكر العادي الحرش دارت كاس تما 4 كيسان فارينه، نص مغرف صغيره تاع لافاني، وكاس تاع سكر حرش. هادو 3 مقادير غادي تخلطهم غاية في رحبة، دوك تشوفوها واحدة لزوج دقايق ولا، وهي تحك في هذاك السكر غاية حتى تدخل في هذيك الفرينة مليح مليح، يعني مشي بزاف من دقيقة حتى نجمو تقولوا دقيقة ونصف هكذا، حكتها غير شوية. ومن بعدك دارت الزيت، الزيت دارت كاس معمر كما راكم تشوفوا، دارته وخلطت وشافت اذا خاصها ولا ما خاصهاش. الوغ الكاس الاول تاع الزيت حطيت لها كلشي بالقرو امامها هكا باش تاخد راحتها. المهم ما تبغيش نحطها في البريستيج باش ما تقلقش وتحسي روحك راكي كيما موالف ديريها في الدار. هنا كيما كنت تشوفوا جاها قليل كاس، زادت نص، هنايا النص كي شغل كي دارت نص جاها تاني بزاف، كيما قلت لك خواتاتي هي ماشي موالفه تعبر، سي بوغ سا يعني كيما نقولوا زيدت الزيت، ومن بعد عاودت لماتها بالفارينه. بصح قالت لكم ديروا كاس وربع تاع الزيت تجيكم سوا سوا، تما 4 كيسان فارينه، كاس تاع السكر، وكاس وربع تاع الزيت. هي دارت كاس ونص جهه بزاف، راهي تعاود تلم فيها بالفارينه، يعني حتى نتوما لا صرات لكم ولا يعني وزيتوا الزيت عاودوا تزيدوا غير شويه تاع فارينه تلتم لكم، وشوفوا القوام كيش، ها هو كيما الصابلي لاباتا الصابلي، وتبدوا تشكلوا فيها عادي. السنيوه تاعكم ما تدهنوهاش لاخاطرش الغريبيه فيها الزيت. نعاود لخواتاتي المقادير، 4 كيسان تاع فارينه، كاس تاع السكر، مغرف صغيره تاع لافاني، وبالنسبه للزيت كاس وربع. لخصكم قطرات زيدوا قطرات، جاكم فاني شويه مزيت والفارينه كانت ما تشربش زيدوا شويه فارينه، المهم كنت تشوفوا في القوام تاعها امامكم. بعد تشكلها عادي شكلتها لكم حبه برك من هذيك الخريبيه اللي تجي هكا يعني تجي عاليه، انا ما نبغوهاش حنا هكاك، قلتها شكلي غير حبه الشيرات باش يشوفوا بلي هذيك هو الشكل تاعها الاصلي اللي تجي هكا عاليه، بصح حنا ما نبغوهاش في الدار هكا، نبغوها موين كيما كنت تشوفوا هذا الشكل اللي راهي تشكل فيه دروك، ما نبغوهاش تجي الحبه خشينه، نبغوها تجي كيما الكوكيز باش كي تتشقق يجي الشكل تاعها شباب. صراحه الشكل تاعها هذاك اللي يجي عالي ما يعجبناش. بعد ما كملت التشكيل تاعها كامل دير لها شويه تقبها كامل فوق غير الصغار ماشي بزاف، ومن بعدك القرفه، قرفه مطحونه ولا القهوه، يعني كاين اللي يديروا القهوه كاين اللي يديروا القرفه، صراحه حنا نديروا القهوه القرفه باسكو القهوه تجي شويه مره يعني الذوق تاعها ما يجيش مرغوب بزاف، ويا كل واحد وكيفاه، هذا الشيء اذواق.
كما قلت لخواتاتي، الجزائر قارة تمام، ما تدخلوش وتقولوا لي هذه مش غربية ولا ناس الشرق وناس هاك وهاك، كل واحد كيفاه يديروها. يعني انا وماما ما طيبوش كيف كيف، تحرى كل ولاية وكيفاه، والجزائر تاعنا قارة، وهذه الوصفة وصفة جزائرية أصيلة الوغ، يعني متنوعة في كامل البلاد كلها وكيفاه هي يديرها. هذه الوصفة تاعنا تاع معسكر، صح البنات؟ يعني هكذا بقى نكونوا متفاهمين خواتاتي. المهم حبيبة قلبي، بعد ما تكمل ديري لها كامل القرفة، دخلناها الطيب من تحت ومن الفوق، نار متوسطة نار متوسطة، وتعسوها. هي ما تبغيش تطيب بزاف، يعني حتى ما تحمرش بزاف بزاف، غير كيما كنت تشوفوا، يعني غير شوية يدخلها الضو، غير خلاص ما تخلوهاش تحمر. كنت تحمر بزاف ريحة تيبسلكم، يعني يعني كيما كنت تشوفوا تجي مشقة، تجي شابة، تجي يعني ما شاء الله، يعني كيما يقول لك يعني غريبية تاع دوريجين، يعني كيما كانوا ناس زمان يديروها، تجي مشقة، تجي ما شاء الله، يعني فقط في الطياب عرفوا كيفاه طيبوها، يعني ما تكتروا لهاش طياب بزاف بزاف، غير تبدا تصفار سي بون، خاطر ما فيها حتى حاجة طيب، يعني فرينة وزيت كيما شفتوا وسكر، يعني غير تشوفوها بيضت ونشفت وتشقت، دارت غير شوية دوغي من الفوق، غير شوية هكا تاع دوغي من الفوق، سي بون راهي طايبة. كيما قلت لخواتاتي، النار متوسطة من الفوق ومن تحت، وديروها في الرف الأوسط، شوفوا القوام تاعها من الداخل كيفاه، تجي ما شاء الله كيما حلوة السميد، شتو حلوة السميد، تجي هكاك، والبني والبنة روعة. والبنات اللي الكوشة تاعهم تشعل، سواء من تحت سواء من الفوق، طيبوها من تحت قبل، ومن بعد كي تشوفوها حمارت وشدت روحها من الجوانب، كي تشوفوها شدت روحها، شعلوا لها من الفوق، تدي غير ديك لا كولير دوغي وطفوا عليها. وهذه هي الغريبية تاعنا، ان شاء الله عجبتكم. والبنات اللي طلبوها مني بزاف سمحوا لي، كما قلت لكم كنت باغيه ماما هي ديرها لكم، خاطر هي بروفيسيونيل فيها بزاف، هي خير مني فيها، الوغ بغيتكم تشوفوها يعني من دوريجين، فهمتوني؟ خاطر انا على بالي كون نديرها انا، ندخل فيها شويه العصرين، ندخل فيها شويه زبده، سا ديبو كما عارفين، ندخل فيها لوغ وندخل، مش كيما ماما عطاتها لكم، يعني لا غوسيت تاعنا تاع معسكر على اصولها، تاع مواتنا يعني تاع جداتنا، وكاع كيما تعلموها على الجدات. المهم حبيبات قلبي، هذه كانت الوصفه تاعنا تاع نهار اليوم، ما تنساوش تجمجموا اليوم، ما تجمجموا لي انا، ما تجمجموش انا ليا، جمجموا لماما هي اللي دارتها. الو كترونا الجماجيم، الى عجبتكم بيان سيغ، ولا ما عجبتكمش اش باغي نقول لكم، ديروا تاني ديسلايك. المهم حبيبات قلبي اللي دخلتوا جدد معنا، مرحبا بكم غاليتي، اشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس، هكذا باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله الرحمن الرحيم. استودعكم الرحمن الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.